تحديدا اذا عم نحكي عن الهيبه وسيره البطل الشعبي جبل، البنيه الدراميه وتركيبه الشخصيات تكون ولاده للحبكات والحكايه والقصص. ما هذا اللي مرتبط فيه المشروع، مرتبط هو بقدرتنا وطاقتنا على انه نضل مثل ما قلت لك نحافظ على انه يكون بأجزائه كلها اللي عم تتابع وتتوالى بنفس المستوى. كان الجزء الرابع يعني حاصل على رضا ينافس أجزائه الثلاثة اللي سبقته، فالتمني موجود دائما من الجمهور، من المحطة العارضة المشكورة دائما اللي عم تتابعه بهالاهتمام دائما، وصار انه قدرنا نحشد همتنا على جزء خامس ومراهنين بنفس الاتجاه. هلا تقريبا العناصر الفنيه عم تداد 5 سنين تتبدل يعني، وهذا تابع لظروف الناس اللي عم تشتغل معك، لفريقك، لظرف الزمن، الوقت اللي نحن كمان جزء من بحثنا عن التجديد هو بحثنا عن العناصر اللي ممكن تضيف. اكيد حيكون في رهان على انه نكون مقدمين حتى على هذا المستوى السنه بالجزء الخامس، عم بحكي عن المستوى البصري، شيء مختلف وجديد مثل ما دائما نوعد ومنراهن على هذا الموضوع، لكن اللي بعتقد هو الرهان الاهم هو الطرح اللي حيتميز فيه الجزء الخامس واللي حيكون فيه تتويج للخمس اجزاء اللي قبله. 70 مليون مرة قلت لكم. انكتب الجزء على استحقاق الجزء الاخير يعني، فبالتالي صار واضح عندك انه الارك رح يقفل يعني، خليني اقول قفلت الشخصيات، قفلت الاحداث، مآلة مصائرها، وبالتالي التعاطي بالمعالجة اخذ بعين الاعتبار انه المشهد الاخير او الحلقة الاخيرة هي حتكون نهاية الاجزاء الخمسة وليست فقط نهاية الجزء الخامس. يا صبر الله ويا غضب الله ويا يا أمر الله لك شبكون تلحصوا صباطي منك إلو. لزمنا أنه نعمل بريكول بالجزء الثاني ونرجع بالأحداث كلها لورا لنقصل الشخصيات ونشرشها يعني، ونخلي لها هذا البعد اللي يساعدنا لحتى نمتد لقدام يعني، مثل الرياضي اللي بيضطر ليقفز قفزة كبيرة بيضطر يرجع خطوة لورا لحتى يعملها. نحن تقريبا كان هذا المبتغى، والجزء الثاني ساعدنا للتأسيس فعلا لحتى نقدر نعمل هذا الامتداد ويخلي عنا كمان مفاتيح اللي كنت عم بحكي لك عنها. وهذا وديع شو قصته؟ من امتى نحن مندخل الغريب بحل مشاكلنا؟ يعني اذا نحن كنا عم نحكي عن سيره شعبيه ولحكايه بطل شعبي، فبيكون جبل هو الحامل الرئيسي للفعل الدرامي اللي عم يمتد على كل الاجزاء، وتحديدا بهذا الجزء حيكون مصيره مرتبط ب باسم الهيبة نفسها يعني كمكان، وبالتالي من هذا فيك تقول شو هو مفتاح الحتوتة أو الحكاية. هذا واحد. اثنين، لما بيكون حجم الصدام مع الند بياخد بعد قد يكون شبه إقليمي بالعلاقة مع المحيط، يعني عم نحكي عن علاقة مافيات مع فصائل مسلحة مع خلايا نائمة من محلات ممكن تتمركز بالحدود وتعتبرها خواصر للبلدان اللي بتتحرك فيها. هذا البعد اللي ممكن يكون يعطي طابع خاص للجزء الخامس، أو منه تقدر تفهم شيء من الحكاية اللي واعدين إنه تكون كمان مفاجأة يعني، ما حقدر أقول أكثر من هيك لأنه معودين جمهورنا على إنه منطلع له مفاجآتنا باللحظة الأخيرة. نحن منعمل واجبنا ومنسبق حسن النية ومنخلي عيوننا مفتوحة. هي هي.